السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برضو أهلا وسهلا فيكم في Software Project Management. خلينا نكمل الشابتر الرابع، إن شاء الله يكون الفيديو الثالث والأخير للشابتر الرابع. خلينا نعمل شير للسكرين عشان ندخل على الشابتر الرابع ونبدأ. الله يعطيكم العافية، أنا عارف إنه معلومات كثيرة هاي مرة واحدة. أوكي، so هون نحكي عن Project Development Project Management Plan. ما زلنا على تنفيذ البلان نفسها. فالبلان برضو لازم تكون، بالإضافة للي حكيناه بالفيديو اللي قبل، البروجكت بلان لازم تكون فيها جدول المسار اللي راح نمشي فيه. زي ما حكينا برضو في الفيديوهات اللي قبل هيك، الجان شارت من أحسن الشارت اللي تورو فيها الفيزز والاكتيفيتيز والتايم، من إلى أي وقت، تاريخ كذا لتاريخ كذا، بمشي على الكود مسارات الاكتيفيتيز او الشغلات اللي بدي انجزها. سمري سكجول عباره عن جدول، خلينا نحكي بدايه نهايه المشروع فقط بايجاز. ديتيلد سكجول، الجدول بتفاصيله، بكل اكتيفيتي، بكل شيء لازم يتسلم، بكل باكج لازم يتسلم بتفاصيله. ففي عندي ممكن صفحه من الصفحات او دوكيمنت من الدوكيمنتس فيها الجدول بإيجاز، والدوكيومنتس اللي بعد هيك تفاصيل الجدول بكل إشي لازم ينعمل بتوقيته، بمين اللي راح يعمله ومتى راح ينجز. السلايد اللي بعد هون نفس فكرة الجدول، بس هون بنحكي عن الأمور المالية. لازم نعطي تفصيل مالي عن وين هاي وين هاي الميزانية رايحة، وتفصيل الميزانية وين. وفعلا هاي في أحد في البلان يكون كاتبين كمان إنه مثلا بعد ما نمشي مثلا 25% من المشروع، ممكن يكون دفعة الميزانية تكون، أو الميزانية تكون مغطية بهذا الرقم كميزانية، كرقم ميزانية كمبلغ، وبعدين المبلغ الثاني، بعدين كذا. فميزانية برضو هون، الميزانية كم الصرف وكم الأمور هاي اللي محطوطة للمشروع بتوقيته. يعني ما بيصير أمشي أنا بربع المشروع والميزانية، خلينا نحكي 50,000 مثلا، ما أقدر أمشي بمشروع بميزانية المحطوطة لها 50,000 وأنا مش محصل 30,000، فما بقدر أكمل الشغل إذا الميزانية مش محطوطة كاملة لهاي الفيز أو هاي المرحلة. فعندنا هون سمري بادجت اللي هي الميزانية بشكل مختصر، بس ضروري أحط ميزانية تفصيلية على كمعلومات عشان البروجكت مانجر والستيك هولدرز يعرفوا كيف هم ماشيين. دايركتنج اند مانجينج البروجكت اكسكيوشن، هون بدي لما أبدأ تنفيذ المشروع لازم أمشي حسب الخطة، حسب البلان. اوكي، ولازم زي ما حكينا تسليم الباكجز او تسليم الشغلات لازم تتسلم في اوقاتها، لازم اسلمها باوقاتها، ولازم اكون من خلال التسليم التيم تبعي شغال صح. اوكي، فانا كمدير مشروع، مدير تيم كامل، بحكي مع، بكون على تواصل مع التيم، بكون على تواصل مع الستيك هولدرز عشان اتاكد انه الاكسكيوشن اللي هو تنفيذ المشروع بناء على الخطه ناجح. فلازم انا احط كيف بدي انفذ المشروع في هاي الخطه، كيف بدي انفذ هذا المشروع في هاي الخطه، لازم يكون موجود. اوكي، ولازم اعرف كيف عن طريق الكوميونيكيشن كيف احكي مع الستيك هولدرز، وكيف احكي مع التيم، كيف انسق ما بين المطلوب واللازم ينعمل من خلال التيم اللي السلايد اللي بعدها. هون بيجي برضه بيحكي لنا هون عن المونيتورنج اند كنترولينج بروجكت ورك. احنا حكينا عن المونيتورنج كنترولينج بروجكت، بس كل شيء بيتعلق في المعلومات لازم يكون دوكيومنتد، لازم يكون محطوط على ورق. كيف بدي انا اجمع البيانات؟ كيف بدي اعملها ميجرمنت؟ يعني مثلا كيف، وين استخدم هاي المعلومات، وكيف اقيس هاي المعلومات، وعميت هاي المعلومات، وين لازم تروح، ومين لازم ياخذها، وكيف لازم نشتغل فيها. هاي كلها لازم تكون مكتوبة،
ولازم عندي بيس لاين از ابروفد بروجكت مانجمنت بلان بلس ابروفد تشينجز. البيس لاين هو عباره عن الموافقه على البلان بالاضافه على اي تغيير بده يتم على البلان. اوكي، وطبعا بيرفورمانس ريبورت، هاي الريبورت اللي احنا حكينا عنها سواء كانت شهريه او عده بعد عده اشهر، لازم يكون هاي الريبورتس يعني تنعطى للستيك هولدرز، ولازم نحن نطلع الريبورتس عشان نشوف كيف ماشيين وكيف البروجكت اكسكيوشن ماشي، كيف تنفيذنا للمشروع ماشي. هاي الريبورتس لازم تطلع، وفعلا لما تطلع تبدا مقارنتها بالبلان نفسها. اوكي، البلان لازم كذا كذا، طلعت الريبورتس فعلا احنا طبقنا المفروض نعمله بناء على البرفورمانس ريبورت، بناء على الريبورتس اللي بتطلع على أدائنا على إنجازاتنا بالنسبة للمشروع. خلينا نطلع بالسلايد اللي بعدها. Performing Integrated Change Control، هاي السلايد طبعا هاي كل النقاط موجودة في على الكتاب، وهي موجودة على السلايدات هون عشان تقرأوها. بس هاي الانتجريتد تشينج كنترول تحكي لنا كيف نعالج ونتحكم في اي تغيير بيصير عندنا في المشروع، لان ساعات على التنفيذ ممكن شيء يتغير مش موجود في البلان، فكيف بدي انا اطبق هذا التغيير واعكسه على البلان؟ لان لازم اذا انا بدي اغير شيء على ارض الواقع بناء ومش موجود في البلان، لازم ارفع دوكيومنتس معينه علشان ان انا مثلا هون مش موجود عندي كذا، موجود عندي كذا، فلازم اغير، لازم اطبق هذا بدل هاي، فلازم اوري دوكيومنتس على شو هو التغيير اللي تم من خلال التنفيذ. اوكي، ولازم اتحكم بالتغيير اللي صار. اوكي، managing actual changes as they occur، اي شيء بيصير عندي لازم اتحكم في هذا التغيير. اوكي، فلازم يكون عندي طريقة معينة كبروجكت مانجر وستيك هولدرز بتفقوا عليها، انه اذا في اي تغيير اتبع هذا الـ هاي الـ مثلا هاي الفورمز عبيها، لازم تبعثها بهاي الطريقة، لازم تعطيها لهذا الشخص علشان يعرفوا سلسلة تسلسل المراحل او الاحداث اللي بدها تتم بايصال هاي المعلومة للاشخاص المعينين. وطبعا لازم موافقة على التغيير قبل ما أبدأ أغير زي ما بدي. إذا ما وافقوا على التغيير بناء على المعطيات ممكن يطلبوا تغيير من نوع آخر. فعشان هيك a change control system لازم يكون عارف شو السيستم اللي لازم أمشي فيه كبروجكت مانجر عشان إذا بدي أغير شيء موجود في وقت التنفيذ. مش متأكد إذا هذا السلايد، لا لسه في سلايد. closing projects or phases، بالنهاية بعد ما يتم تنفيذ المشروع كامل، بعد ما أخلص المشروع كامل بنسميه closing projects. يعني أنا خلصت شغل، نعم، بس ما بقدر أسميه closed إلا لما أخذ توقيع بأنهم استلموا المشروع وراح يطبقوا المشروع، أو على الأقل استلموا المشروع وراضين عن المشروع. بمجرد ما إنهم أعطوني توقيع إنهم استلموا المشروع، بمعنى استلموا المشروع، استلموا البرودكت اللي أنا بدي أسويه، استلموا النظام اللي أنا سويته واشتغلت عليه صار لي فترة، واشتغلوا عليه وجربوه وعملوا له تيستينج ومشوا بأموره كلها. فبما إنهم جربوا أخذوا في اللي هم بدهم إياه، مع حتى لو كان في تعديل من خلال هذا المشوار، هيك من أول ما يوقعوا على ما يسمى حتى بالإكسبتنس بعطونا إكسبتنس لاتر أو بسموها ساين أوف على البروجكت، وقعوا على البروجكت إنه استلموه، هيك أنا يعتبر هذا المشروع كلوزد. خلصت المشروع معناها تسكر المشروع بالنسبة إلي، وبهديك الحالة بكون مفروض بالنسبة للميزانية بكون المبلغ كامل مسلم للشركة اللي بتنفذ المشروع. اوكي، ولازم كل الدوكيومنتيشن اللي انا طبقتها في جوا المشروع تكون مصحوبة مع الكلوز اوت. وساعات في على ارض الواقع
المشاريع البرامج في مثلا في تكنيكال رايترز اللي هم هذول اللي بكتبوا الكتابه التقنيه، بيعملوا مانيوالز على انه هذا النظام الجديد وهيك بيشغل النظام وهيك بتشتغل في النظام وهيك البروسيس تبع النظام بدك تسجل، فكل هاي الامور تكون مكتوبه، وهذا جزء من الباكج او جزء من الديليفربل لازم يتسلم في مع الكلوزنج فيز اخر مرحله لازم يتسلم. خلينا نحكي عباره عن مانيوال للبرنامج عشان المستخدمين يعرفوا كيف يستخدموا البرنامج لو لاول مره بشوفوا البرنامج. خلصنا تشابتر 4، وان شاء الله ما اكون استعجلت في تشابتر الرابع، بس اقرأوا السلايدات على الاقل. طبعا الكتاب راح يكون مرفوع على مودل زي ما حكيت لكم، اقرأوا السلايدات. اذا عندكم اي سؤال بهاي النقاط لو سمحتوا، خلي لما نجتمع ان شاء الله راح نجتمع عن قريب، لما نجتمع رجاء اسألوا اي سؤال بدكم او سؤال عندكم على هاي معلومات. الله يعطيكم ألف عافية، ونراكم إن شاء الله مع تشابتر 5.